بول الإبل ده موجود من زمان قوي وحاجة يتودي في داهية يعني. بول إبل إيه وبتاع إيه؟ واللي زاد عليهم كمان لدغ النحل. ما بول الإبل ولدغ النحل ودوس البقر وضرب الحمير يعني إيه الجنان؟ ده جنان جنان. الفقرات بتاعت الرقبة التعامل معها لازم يكون بدقة شديدة جدا. وهنا دور تكنولوجيا رائعة دخلت دلوقتي في العالم الطبي بشكل قوي من سنين اسمها التداخلات المحدودة. لأنه في ناس كتير حالتهم بتبقى مش مستدعية إن احنا نعمل أوبريشن كاملة ونعمل عملية، لكن في تداخلات محدودة لأنه الألم مش منيمه والمسألة بسيطة فنلحق نعالجه بدري. ما يضيعش وقت عند ولاد المجانين دول، دول مجانين، ده جنان بجد. اللي هو الاستعدال ولدغ النحل وقرص النمل وسم العقرب والكلام المجانين ده، ده كلام مجانين يا جماعه، ما توصفش بحاجه تانية، ده ملوش حل تاني، ده أسوأ من النصب، ده جنان. النهارده اسم كبير ضيف العزيز واكيد بيشوف نوعيه دي في حواره مع مرضى، اسم اضاف لنا الكثير جدا في التداخلات المحدوده في علاج الالم، واحد من رموز هذا المجال، من مجالات علاج الألم اللي أصبحت في العالم كله دلوقتي واحدة من المجالات المنتشرة انتشار كبير والمؤثرة، وتلعب دور مهم جدا في كل فروع الطب الحقيقة. لكن النهاردة حوارنا عن المخ والأعصاب أو بشكل عام متفق. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس. ضيف العزيز أهلا بك. أهلا وسهلا. قبل ما أبدأ، أكيد بتيجي لك حالات مرت بالحاجة دي؟ 30% من اللي بيخش العيادة 30% مجربين العصاية ومجربين التشريط، ويعني جالي مهندس حد شرط له رجليه قطع العصب ومش هيتصلح وعنده سقوط في القدم، عشان مهندس اقول له انت ازاي توافقت ازاي؟ قال لي الغرقان بتعلق في اشياء. 30% 30% يعني كل فعلا. وحضرتك في منطقة تصم يعني مصنفة لأنها اللي هي السوبر إيديت بتاعت المناطق الطبية، عمل بقى الحتة التانية في بوكات المية. أكتر من كده، هو كله بيجرب. وللأسف بتلاقي زي ما أنت شفت كده سمكري، شغل سمكري. وفي ناس بتستفيد، مع احترامي طبعا السمكري ده راجل محترم جدا وشغله محترم، بس جداً مش في البني آدمين. مش في البني آدمين. وبعدين في ناس بتستفيد، يقول لها استفدت. ما هو فكلك عضلات، يعني انت لو رحت لبتاع مساج كان هتستفيد، بس الاستفادة مؤقتة. هو المشكلة قائمة، الغضروف موجود والألم موجود، تستفيد مؤقت بعدين الدنيا ترجع تاني زي ما هي. فدي يعني لازم طبعا يبقى ليها تقنين ويبقى فيه رقابة. هو فيه بس المسألة وبين فيها وسعت قوي طبعا، ده في العالم كله كوارث. يعني غضروف العنقي ايه هو؟ العمود الفقري فقرات منها غضاريف وجواها اكتر حته شايلانه بعد مخنا اللي هو امتداد للمخ الحبل الشوكي. حبل الشوكي ده يطلع منه اعصاب، الاعصاب دي بتغذي ايدينا ولو كملنا لتحت هتغذي رجلينا. فالغضاريف هي اللي بتساعد على حركه الراس يمين وشمال وتخلينا نوطي ونعمل راسنا لفوق. لو عملنا عليها حمل زياده، اتحركنا غلط، مسكنا الموبايل بالساعات، الغضاريف دي هتتأثر. والواحد ما قالش ان الموبايل غلط، بس عدلة الراس، ماسكة الراس، تشيل بطريقة غلط، ترفع بطريقة غلط، كل الحركات دي هتخلي الغضروف يتحرك مكانه، يلتهب، يدوس على الأعصاب، تعمل المشكلة. ايه الأعراض اللي بيشتكي منها الناس اللي عندها مشاكل في الغضروف العنقي؟ آلام في الرقبة، وممكن يقول أنا عندي صداع خلفي في اعلى الراس، ممكن يقول انا ما بحرك راسي الاقي في الم. يعني الرسمه اللي قدامنا دي بتقول لك حتى احنا عارفين دلوقتي لما الحته دي يبقى فيها مشكله يبقى الغضروف الفلاني اللي فيه مشكله. لما الحته دي تبقى فيها مشكله الالم ينزل من الرقبه، اعلى الراس، على الظهر، اعلى الكتفين، وبعدين ينزل في اعلى الظهر من فوق، كل ده عنقي. وزي يقول لي في القطر، وبعدين ينزل على الايدين. يبتدي بقى لو داس على الاعصاب اكتر يقول لك بقى المريض انا بتنزل كهرباء، بتنزل حرقان لصوابع ايديا، ونقدر كمان نحدد اسم العصب بالظبط لما يقول انا صباع. يعني هي الفكره حاجه واضحه، لكن تخيل بقى انت قلت المقدمه دي، احنا عارفين المشكله فين، واحد يخش بعصايه من بره، طب هتيجي ازاي؟
لا ما طبعا كلام مش مظبوط. هنا بنحدد بالظبط لو عرفنا الالم مكانته هنحدد بالظبط المشكله على طول، هتعرف المشكله فين وتقدر توصل للمشكله وتقدر تعالجها ما دام عرفت المشكله فين. وبالتشخيص فحص كلينيكي الاول، بعدين نعمل تشخيص برسم عصب باشعه رنين على الفقرات الرنخيه باشعه مقطعيه، الاساليب مختلفه للتشخيص بنوصل للمشكله. اذا عرفت مشكلتك هتعرف تحلها. لكن ما عرفتش المشكله وقاعد تجرب، الانسان مش تجارب، ما ينفعش يبقى حاجه عقل تقارب. بالظبط. ناس كتير بيجي لها المشاكل دي وتهملها بمعنى الكلمه، تهملها وتذهب الى حتت معينه او تهملها وتاخد مسكنات. شوف احنا الشعور بالالم كلنا هنشعر بيه، يعني زي ما التقرير في الاول بيقول 85% من الشعب الالماني شعر بالالم، كل العالم بقى هيشعر بالالم. في واحد بيشعر بالالم ويتعالج، في واحد هيشعر بالالم وما يطلبش العلاج، يعني ده بقى الفكر الاهمال بقى. فاذا الشعور بالالم ده اجباري، كلنا هنشعر بالالم. الاختيار في ان انت تتعالج، لا انا عاوز اتعالج مش عاوز افطر اتالم. الالم ده يعني بعد الشر عن الجميع لما بيجي الواحد، لا طبعا لو جه تلاقي الام والعين ما ينامش، يقول لك انا مش عارف احط راسي على المخد، انا بتقلب يمين وشمال بالليل مش عارف انام، حالته النفسيه بتتاثر. التبخير نبدا بيه الاول، نفهم يعني ايه تبخير وبندخل في انهي منطقه بالظبط مشتغل عليه. الغضروف ده الجزء الطري اللين اللي بين العظم، ليه قلب اسمه النواة وليه غلاف خارجي اسمه الانيولس او يعني جزء الغلاف الخارجي. النيوكلياس دي هي اللي فيها مشكله، فاحنا بندخل سلاح رفيع من رقبه العيان بتوصل لقلب الغضروف وتتوصل بجهاز، جهاز ده بيطلع تيار كهربائي بنسميه ترددات حراريه او راديو فريكونسي، ونوع معين من الراديو فريكونسي يقدر ياكل قلب الغضروف ويبخر ويفضل الغضروف موجود بس بدون ما يضغط على العصب. ده تقدم. طب انا العيان اتضر في ايه؟ ده فتحه قد راس الدبوس، يعني فتحه ابره بالظبط، يعني مفيش فتحه، يعني كان انا حتى اللي هيبص على رقبه المريض بعدها بيوم مش هيكتشف ان في حاجه دخلت ولا حاجه خرجت. وده معنى التبخير، نوصل للجزء الضار في الغضروف اللي ضغط على العصب ونشيل ضغط الغضروف على العصب. بدل ما حاجه عامله بريشر كده وعامله ضغط، انت شلت البريشر الضغط وحافظت على الغلاف الخارجي للغضروف، فحافظت على الاستابيليتي على ثبات الرقبه زي ما هو، مش محتاج اركب قفص او حاجه بلاستيك، لان الجراح لما يشيل الغضروف هيضطر يركب جزء بلاستيك. طبعا دي حاجه هتركب، لكن هنا انا هسيب الغلاف الخارجي. وده حل نهائي، لان الناس فاكره ان ده حل مؤقت، لا حل نهائي. يعني تمثل الجراحه وتفوق الجراحه بعض الاحيان في النتائج. وحاجه كويسه جدا، تقدم. ده بالنسبه للتبخير. طب التردد الحراري. التردد الحراري جهاز اخر والتكنولوجي احنا استخدمناه في الطب حاجات كتير. اورام الكبد في علاج الركب. احنا بقى استخدمناه هنا في علاج الام الاعصاب اللي فيها مشكله. ودخل سلاح رفيع وإبرة رفيعة توصل لأماكن الألم وبتعالج المفاصل بتاعت رقبته وتعالج الأعصاب اللي نازلة على أيديه. إذا هو تكنولوجي جميل، تكنولوجي حديث، والعيان بعديها بنص ساعة بيروح البيت. أنا بعالج بيها العصب اللي مسبب للألم وبعرف بالظبط الجهاز تردد حراري ده يقدر يقول لحضرتك إن فين المشكلة. مش بس بيعالج، لا ده في الاول بيحدد اماكن الالم. والعين هو صح يقول لي ايوه هو ده الوجع اللي بيجي لي، ده بالظبط الالم اللي بيجي لي، ويبتدي يطلع الذبذبات عليها. يعني احنا وجود العين صح في العمليه ما فيش الم خالص هو بشعر بيه، لكن بنديله التيار كهربائي خفيف وحاسس يقول لي ايوه هو ده الالم اللي بيجي لي مكانه بالظبط. فده أجهزة حديثة كلها تكنولوجي، كلها حاجات متقدمة جدا وفيري ادفانسد ومعترف بيها في العالم كله. مش مثلا بنتكلم على اختراع ولا بنجرب في الناس، لا معترف بيها في العالم كله. التردد الحراري والتبخير دلوقتي واحدة من العلاجات اللي هو مينيمال انفيتيف العالمية، واف دي ابروفد، يعني والدبليو اتش اي دبليو اتش او ابروفد. فخلاص حاجة بس لازم المريض يتحرك في الوقت المناسب. ايوه بالظبط طبعا. ويروح بدري ما يلاقي في مشكلة، لا يروح ويكشف ونحدد له المشكله ايه. ينفع بالطرق الحديثه؟ لو ما ينفعش لا يروح يعمل جراحه.
الاغلبيه، ودي النقطه الواضحه، الاغلبيه بينفع لهم علاج بالتدخل المحدود. اغلبيه. المميزات في التدخل المحدود غير اللي احنا قلنا ايه؟ مفيش جرح. ودي حاجه مهمه جدا، لان الجرح برضه له مشاكله. الحركه الطبيعيه للرقبه في نفس اليوم، مفيش رقبه هيلبسها. الرقبه دي حاجه مزعجه جدا، تخيل انت حاجه مكتفاك تتحرك زي الانسان الالي كده. ينزل شغله وبعديها بيوم بيومين، انا بقدر اروح بيتنا تاني يوم ما عنديش مشاكل خالص. النتائج تقارب الجراحه وتفوقها في بعض الحالات. نفس النتائج، وكل الابحاث العلميه بتاكدنا ان نفس النتائج وتفوقها فعلا. تقدر تحدد المشكله مش بس بتعالجها، يعني ده الجهاز يقول لك المشكله وبعدين يعالجها، ده حاجه يعني تقدم رهيب. لا ده احنا محتاجين حلقه كامله للحاجه دي، فسحه كده في المشاكل اللي ممكن علاجات التداخليه. هذه المينيمال انفيزيف تكنيك نفعت البشريه بشكل كبير جدا، وعلاج الالم اصبح واحد من برانشات الطب يعني اللي ليها دور عظيم للغايه. مش اصبح، هو من يوم ما اتولد كده. صحيح ان الثقافات في الوطن العربي لسه ما استوعبتش قيمه هذا البرانش بشكل كامل، لكن لا، في كاتيجوري كبير وقطاع كبير من الناس فاهم كويس جدا دور التدخلات المحدوده وعلاج الالم قد ايه مفيد في كل اللي احنا اتكلمنا عنه. ضيفي العزيز واحد من رموز هذا المجال، الاستاذ الدكتور هشام العزازي، استاذ علاج الالم التدخلي والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا في الناس الحلوه. نورتنا يا دكتور هشام. الله يخليك، خليكوا دايما مع الناس الحلوه.